الشرطة السويدية تسعى لرفع الحد الأدنى للعقوبات المتعلقة بجرائم العنف المشادة ضد النساء إلى السجن لمدة عام كامل، وذلك من أجل تحسين التحقيقات في تلك الجرائم. بمشاركة 1900 جندي من السويد، انطلاق مناورات لحلف الناتو في النرويج اليوم. المناورات التي سميت بالرمح الثلاثي 18 تضم نحو 50,000 جندي من 31 بلداً. إحصاءات جديدة للمجلس الوطني للصحة تشير إلى أن عدد الوفيات من الأسلحة بين الشباب في السويد كان الأعلى منذ 30 عاماً في العام 2017، حيث توفي ما مجموعه 26 رجلاً دون سن 30. بلدية مالمو تعلن أنها استعادت 18 مليون كرون من شركة أستر التعليمية بسبب التحايل الذي قامت به الشركة حول العدد الحقيقي للمعلمين التابعين لها من الذين يدرسون في مدارس تعليم اللغة السويدية الإسفي. المنظمة الدولية للهجرة تقول إن المهاجرين الذين عادوا من ليبيا إلى بلدانهم خلال هذا العام أكثر من الذين وصلوا إلى إيطاليا، مشيرة إلى أن أكثر من 13,000 شخص من 32 بلداً عادوا إلى بلدانهم، في حين وصل حوالي 12,500 مهاجر إلى إيطاليا.